رايك في المباراه النهارده، وخصوصا ان الاهلي بيبتعد بشكل كبير بقمه الدوري، وانه خلاص يعني الامور بتتحسم شيئا فشيئا بالنسبه للنادي الاهلي لبطوله الدوري. بس هو طبعا اكيد النادي الاهلي بعد الهزيمه من نادي الزمالك عملت تاثير شويه على الناحيه المعنويه من ناحيه اللعيبه، بس هم قدروا ان هم يرجعوا نفسهم تماما عكس نادي الزمالك. نادي الزمالك يمكن خسر مباراه المقاولين امبارح في اخر دقيقه، ده نتيجه الفرحه الزياده، وده يمكن دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها بنحذر فيها نادي الزمالك، ان المكسب بتاعه يمكن المفروض ان كان في الفتره الاخيره خلاص نادي الزمالك يعني متعود على المكسب ومتعود ان في بطولتين حتى خدهم السوبر المصري والسوبر الافريقي، يعني فاهم قصدك؟ يعني المفروض ان خلاص يبقى فيه خبره اكتر من كده، والتعامل مع المباراه، تعامله مع المباراه المقاولين امبارح طبعا. انت شفتها ازاي يا ابراهيم؟ يعني قبل ما يعني انت دلوقتي دخلتنا، انا بحابب ان اكلمك ان الموضوع فيه فرق شويه. يعني انا بسالك الزمالك اتغلب، قلت لي ايه؟ انا عارف ده الطبيعي، يعني معروف ان بعد كل مباراه ده لا مش طبيعي، يعني طبيعي بعد كل مباراه كبيره. ده على فكره مش في الفتره دي، على مدار تاريخ نادي الزمالك تملي بعد كل مباراه مكسب في حاجه مهمه او بطوله مهمه او مباراه مهمه زي مثلا الاهلي بتلاقي بعديها على طول. ايه ده؟ انا برضه عايزك تحلل فرحه زياده، وخصوصا كمان ان هم ما قدروش ان هم يتلم الموضوع. الفرق الكبيره ما تبقاش كده ابدا يا ابراهيم. بص فاروق، النوعيه اللي موجوده يعني مع احترامي هم نوعيه لعيبه كويسه، بس عارف انت برضه خد بالك نشوه الانتصار ونشوه المكسب، خصوصا كمان ان هو كان عامل مباراه يعني اداء لعيبه نادي الزمالك في مباراه الاهلي كانوا اعلى بكثير جدا ومركزين. لعيبه نادي الزمالك لما بتركز كويس قوي، بتعمل مباراه هايله، وفي نفس الوقت بتلعب كوره كويسه قوي. هما الفرحه الزياده وبرده نشوه الانتصار على النادي الاهلي بالنتيجه 3-1 عارف ادت فرحه زياده، ما اهتموش بمباراه المقاولين، رغم ان كانت مباراه المقاولين هي مهمه لنادي الزمالك على فكره، لان كانت يعني عارف هتوقع المقاولين شويه. طبعا المقاولين كان نازل المباراه مركز من بدايه المباراه، انا يعني كنت احساسي عارف ان نادي الزمالك هيخسر. طبعا الاسوء من كده ان نادي الزمالك خسر يعني لعيبه المقاولين ناقصه واحد وفي اخر دقيقه، طبعا دي بتمنى ان هم يعيدوا حساباتهم تاني. يمكن الكلام ده انا اتكلمت ساعه لما المستشار مرتضى كان بيتكلم مع اخر مكالمه ما بيننا وبعض، كلمته قلت له خليهم ينسوا المباراه الاهلي عشان خاطر المباريات اللي جايه اهم، خصوصا كمان ان هم داخلين على بطوله افريقيا. تعالى العكس، النادي الاهلي بعد الهزيمه من نادي الزمالك ابتدى يعيد حساباته، وابتدى يبقى حتى انا شايف النهارده في صالح جمعه ممكن يكون شارك في وقت قليل جدا، بس ابتدى يبقى فيه لعيبه ابتدت تخش، ابتدى يبقى فيه عارف عايزين يعوضوا الهزيمه، داخلين على بطوله افريقيا في مباراه كبيره جدا قصاد الوداد. ده الفرق ما بين الاهلي بعد الهزيمه والزمالك بعد المكسب.